الرئيس السيسي يهنئ الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات. القصر الملكي البريطاني يعلن تعيين كير ستارمر زعيم حزب العمال رسمياً رئيساً للحكومة البريطانية الجديدة. الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد. جاء ذلك في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية ونشرتها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الرئيس السيسي عن أصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات لهم، داعيا الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار، وأن تتحقق فيه آملنا وطموحاتنا في غد مشرق ومستقبل أفضل لمصرنا العزيزة وشعبها العظيم. بعث الفريق الأول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد عام 1446. كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة ممثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات وعلى رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وأيضا هذه المنظومة التي تسهم بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها. جاء ذلك خلال متابعته موقف تعامل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مع طلبات وشكاوى المواطنين خلال يونيو الماضي، حيث أشار مدبولي إلى أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس بالتواصل مع المواطنين لحل شكواهم بالتعاون مع الجهات المختصة، موجها الشكر للوزارات والجهات المعنية المتعاونة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بهدف سرعة حل مشكلات المواطنين. We'll be right back.
أفادت صحيفة بلومبرغ بأن التشكيل الجديد للحكومة المصرية يعد جزءا من مسار الإصلاح الشامل، حيث تضمنت الحكومة وزراء من الخبراء خاصة في مجال الاقتصاد. أوضحت الصحيفة أن السندات الحكومية المصرية الدولارية سجلت ارتفاعا بعد تشكيل الحكومة الجديدة لتحقق أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، وزادت قيمة عقد الجنيه لأجل 12 شهرا بأكبر قدر منذ أواخر إبريل. أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الجديدة التي يترأسها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هي جزء من إصلاح شامل، تلبية للمطالب المتزايدة لإدارة اقتصادية جديدة. تضع الحكومة الجديدة حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في المجالات كافة على رأس أولوية عملها، فهناك ملفات عدة أهم المواطن تم مراعاتها باختيار أفضل الكفاءات عند تشكيل هذه الحكومة لتكون قادرة على العمل والإنجاز في الفترة المقبلة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة. في أول يوم عمل للحكومة الجديدة بعد حلف اليمين الدستورية، ثمت محددات تضم قضايا وشواغل الدولة والرأي العام، وضع إطارها تمهيداً للعمل عليها خلال الفترة المقبلة. ملفات عدة تهم المواطن تم مراعاة اختيار أفضل الكفاءات عند تشكيل هذه الحكومة لتكون قادرة على العمل والإنجاز في الفترة المقبلة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة. وفقاً لخطاب التكليف الرئاسي للحكومة، تتضح الأسس التي تم بناء عليها اختيار أعضاء الحكومة الجديدة وفقاً لمحددات تأتي في صدارتها: الحفاظ على الأمن القومي في ظل التحديات التي تواجهها الدولة وفقاً للظروف الخارجية. هدف آخر مهم، وهو وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، وهو يعني الصحة والتعليم على الأخص بجانب الثقافة. وستركز الحكومة على هذا الملف بشكل كبير، كما أن تطوير البنية الأساسية يأتي في مقدمة تلك المحددات من خلال العمل على زيادة تطوير منظومة الحوار الوطني وتفاعل أكثر في الاتجاهين بين الحوار الوطني والحكومة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تم وضعها خلال الفترة القادمة. الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في جميع المجالات تعد أحد الركائز التي ستعمل عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة. في الوقت نفسه سيتم العمل على الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتحديداً العمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة، وتشجيع دور القطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، فضلاً عن العمل على الحد من التضخم وضبط الأسواق حتى تكون السلع في متناول المواطن المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالمشكلات التي تمس المواطن في حياته اليومية، ستعمل الحكومة على إجراءات حل مشكلة الكهرباء، حيث سيتم الإعلان في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري توقف انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف. استكمال مشروع حياة كريمة الذي يمس جميع أبناء الوطن في الريف سيكون أيضاً من أحد شواغل الحكومة، بالإضافة إلى تحقيق تمكين أكثر للمرأة والشباب، بالإضافة إلى استمرار الدور الكبير لمصر في الشأن الخارجي والملفات الخارجية. وفي إطار العمل على تحقيق تلك المستهدفات، سيتم البدء في استحداث مجموعات وزارية متخصصة تجمع عدداً من الوزراء بكل مجموعة، ويرأسها رئيس الوزراء أو وزير معني بهذه الوزارات. وفي هذا السياق سيتم عقد مؤتمر صحفي ثابت أسبوعياً عقب اجتماع مجلس الوزراء لفتح ومناقشة مختلف القضايا وشواغل الدولة والرأي العام على مدار الأسبوع. We'll be right back.
تواجه الحكومة الجديدة تحديات غير مسبوقة بملفات ساخنة تنتظر حلولا ناجعة ومبتكرة في عالم يموج بالقلاقل والحروب والتنافسية. ومنذ اللحظة الأولى بدأت الحكومة العمل كخلية نحل عن طريق العديد من اللجان والاجتماعات السريعة لوضع خطط قريبة وبعيدة يسابقون بها الزمن للوصول بالدولة المصرية اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا إلى أعتاب الجمهورية الجديدة. تحديات غير مسبوقة تواجه الحكومة الجديدة التي بدأت مسيرتها بملفات ساخنة تنتظر حلولا ناجعة ومبتكرة في عالم يموج بالقلاقل والحروب والتنافسية. وفي ضوء توجيهات الرئيس السيسي بالشفافية الشديدة ومصارحة الشعب بالحقائق، كان لزاما على الحكومة الجديدة أن تضع برنامجا شاملا ومدروسا لتحقيق عوائد ملموسة في أقل وقت ممكن. وعلى رأس تلك الملفات يأتي الملف الاقتصادي كرأس حربة تدخل به مصر حقبة جديدة تواصل خلالها مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وإفساح الطريق له وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق. كما وجه الرئيس السيسي بأهمية بذل المزيد من الجهود في ملف الحماية الاجتماعية بتوسيع مظلتها وضم المزيد من المستفيدين من الأسر الأكثر احتياجاً بالاستناد لقواعد البيانات الخاصة بتكافل وكرامة وحياة كريمة واتباع نهج الدولة المتمثل في تقديم المزيد من البرامج التي تتسم بالطابع الحقوقي عن الإغاثي لضمان استدامة برامج الحماية الاجتماعية. ولعل ضخ دماء جديدة حمل في طياته آمالاً وتوقعات كبيرة من المصريين في ملف بناء الإنسان المصري، حيث يتطلب هذا الملف اهتماماً مضاعفاً لحل مشكلة الكثافة الطلابية واستكمال مراحل مشروع حياة كريمة وبناء عدد أكبر من الفصول والمدارس ومكافحة التسرب من التعليم وتطوير التعليم الفني باعتباره قاطرة التنمية إلى جانب تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي. ومن شأن الحكومة الجديدة أيضاً أن تواصل الاشتباك في الملفات التي كانت تنخرط فيها الحكومة السابقة وآخرها وأهمها ملف العدوان على غزة التي لعبت مصر خلاله دوراً مفصلياً كطرف موثوق في المفاوضات، وما زال عليها أن تقدم الكثير حتى تضع تلك الحرب الكارثية أوزارها. ومنذ اللحظة الأولى بدأت الحكومة العمل كخلية نحل عن طريق العديد من اللجان والاجتماعات السريعة لوضع خطط قريبة وبعيدة يسابقون بها الزمن للوصول بالدولة المصرية اقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً إلى أعتاب الجمهورية الجديدة. مطالب وأمال متعددة يعلقها المواطن في أنحاء الجمهورية على الحكومة بتشكيلتها الجديدة. نستمع الآن إلى عدد من هذه المطالب من قلب الشارع المصري. أتمنى دعم الصناعة المحلية وتطويرها عشان فرص البطالة تقل والشغل والشباب، عشان السفر بدل السفر اللي هو بره المفروض ننميها هنا. فياريت بس كل القصة كلها في تظبيط الأسعار بس، وأنا عارف إن دي الأسعار دي عالمية طبعاً وما فيش اي مشكله فيها. بتمنى من الحكومه الجديده ان يكون في زياده في الاستثمار، في زياده في التطور. دايما عندنا تطور، عندنا استثمار اجنبي كتير. دايما بتمنى من الحكومه الجديده ان يكون في اهتمام بالتعليم جدا، اهم حاجه التعليم. بتمنى ان يكون في مثلا وظائف كتيره للشباب اللي متخرج دلوقتي، وبرضه يفضل ان الشباب ان هي تهتم بالتكنولوجيا. اهتمام تعليم، اهتمام بالصحه، اهتمام بالاستثمار. عايزين الحكومه الجديده تسعى بكل جهدها وتدعم الاستثمار في مصر. اول حاجه التعليم. ليه بقى؟ ان التعليم لو اتحسن الناس كلها هتبقى كويسه وهيبقى هيطلع جيل كويس. وطبعا يليها الصحه، فصحه الناس لو بقت كويسه يبقى الانتاج هيزيد، يبقى الشغل هيزيد، الكلام ده كله. الحاجه الثانيه بقى الصناعه والزراعه، فياريت يعني هم يهتموا بالحاجات دي. اول حاجه الاسعار. مشكلتنا كلنا في مصر الاسعار، اول محارب الاسعار والجشع بتاع التجار وارتفاع الاسعار. نتمنى المزيد من التقدم، المزيد من توفير فرص عمل للشباب، المراقبة على الأسواق. يا ريت المحافظة تكون في أولوياتها توفير فرص عمل للشباب للحد من الهجرة
والهروب من المحافظة. احنا عاوزين الشوارع تكون نظيفة، الصرف الصحي في أماكن ناية عندنا ما فيش اهتمام بيها خالص، ياريت يبص عليها ينميها. الشباب برضو يعني يكون على وعي كامل بالحفاظ على الشوارع الأماكن العامة. يا ريت قصة الأراضي دي الصحراوية، يا ريت الخريجيين بتاعت الشباب يعملنا كل حتى خريج مثلا كل واحد كل شاب كده 5 فدن يديهم له مثلا بالتقسيط. يا ريت الحاجات دي يعني تساعد الشباب على الاستقرار، ويا ريت يعني يا ريت النظافة بتاعت الشوارع. الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي، لأن هي دي اللي تعب الطرق خالص. الاهتمام بالبنية التحتية، القضاء على الفساد الإداري، اختيار كوادر مؤهلة للقيام بالعمل، اختيار الكوادر الشابة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي على المضي قدما في تنفيذ البرنامج المستهدف للانتهاء من تخفيف أحمال الشبكة القومية للكهرباء بنهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو، في ظل انتظام الشحنات الاستيرادية اللازمة من الغاز والمازوت ووصولها تباعا إلى مصر. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لانتظام العمل في مركز التحكم القومي للغاز الطبيعي بشركة جاسكو. ولفت بدوي إلى أن العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية الزيت الخام والغاز الطبيعي مستمر من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء والعمل معا على الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، بالإضافة إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية. وأشار وزير البترول إلى أن رؤية مجلس الوزراء واضحة، وهي العمل على حل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء جذريا من خلال توفير التمويل والعمل المتكامل مع وزارتي الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والمالية واتخاذ الإجراءات اللازمة والداعمة لتحقيق ذلك. نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446 هجرية، يأتي ذلك بحضور عدد من قادة وضباط صف وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. وألقى لواء أركان حرب وليد حمود عوض مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، هنأ فيها الحضور بالعام الهجري الجديد، مشيرا إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفاءهم بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها بكل قوة وعزيمة. We'll be right back.
إن التاريخ سيتوقف طويلا الحرب يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون بجروح خطيرة خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الجديد على مدينة جنين الذي استمر حوالي 4 ساعات. من جهتها أفادت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن 10 فلسطينيين قتلوا في الساعات 48 الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك بينما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بعدد من الآليات العسكرية. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق بغزة. يتواصل القصف والمجازر الإسرائيلية على قطاع غزة فيما يتفاقم الجوع في جميع أنحاء القطاع. في اليوم 73 بعد 200 من العدوان الإسرائيلي لا يزال الشهداء والجرحى يتساقطون في قصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فقد انتشرت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين عدد من الشهداء، كما انتشرت عددا من الإصابات جراء قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة البردويل في حي الدرج شرق مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأهل العرب المعمداني في المدينة. وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لحي شجاعية شرق مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال التي نسفت عددا من المباني السكنية في الحي، كما انتشرت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين أسرة بينهم أطفال بعد قصف الاحتلال منزلهم في شارع غزة في بلدة جباليا شمال القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت جثامين شهيد وعدة جرحى أصيبوا في قصف من طائرات الاحتلال المسيرة على شارع السكة شرق مخيم جباليا إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان. وأضافت الجمعية أن طواقمها انتشلت جثمان شهيد آخر من محيط محطة التحرير على شارع صلاح الدين شرق مدينة رفح جنوب القطاع، ونقلته إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وقصفت مدفعية الاحتلال من منطقة النصر شمال شرق مدينة رفح الفلسطينية بالتزامن مع توغل لآليات الاحتلال في منطقتي أبو حلاوة وأبو الحصين. وأطلقت قوات الاحتلال القنابل المضيئة في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس، كما قصف طيران الاحتلال منزلا غير مأهول بالسكان في بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة. واستهدف الاحتلال شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع بالقصف المدفعي والرصاص، كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مدينة الزهراء وسط القطاع. ومع استمرار القصف والمجازر الإسرائيلية واحتدام المعارك وتفاقم الجوع في جميع أنحاء غزة، لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، كل ذلك دون أن يلوح في الأفق أي بوادر لنهاية الحرب. أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي انتقل بالكامل إلى المرحلة الثالثة في مناطق شمال قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة أن حماس ما زالت تمتلك مئات الصواريخ الثقيلة القادرة على الوصول إلى إسرائيل، مضيفة أن الجيش يحرز تقدما في رفح الفلسطينية، لكن من المتوقع أن يستمر القتال شهرا آخر على الأقل. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول.
أعربت دول شمال أوروبا نورديك التي تضم الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد عن قلقها البالغ إزاء احتجاز حكومة الاحتلال الإسرائيلي إرادة المقاصة الفلسطينية. ودعت في بيان صدر عن وزراء خارجيتها، دعت إسرائيل إلى الإفراج بشكل عاجل عن عائدات المقاصة الفلسطينية المحتجزة، فضلا عن ضمان الحفاظ على خدمات المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، مؤكدة وجوب تجنب أي عمل من شأنه إضعاف السلطة الفلسطينية أو تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية. حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من أن نقص الوقود بشكل كبير يشكل خطرا كارثيا على النظام الصحي في غزة، والذي أنهكه العدوان الإسرائيلي منذ نحو 9 أشهر. وقال تيدروس أدهانوم إن القطاع الصحي وحده يحتاج إلى 80,000 لتر يوميا، مضيفا أنه بعد خروج المستشفى الأوروبي في غزة من الخدمة، فإن توقف الخدمة في أي مستشفى آخر سيكون له وقع كارثي. تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. يأتي ذلك بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات. المزيد من التفاصيل يستعرضها لنا زميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل ملف المساعدات الإغاثية المختلفة التي تدخل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. تتحرك المساعدات من معبر رفح المصري متجهة لمعبر كرم أبو سالم، وأيضا تتسلمها الأمم المتحدة ويتم توزيعها على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. لكن قوات الاحتلال تتعنت وفي بعض الأحيان تمنع دخول المساعدات الإغاثية من معبر كرم أبو سالم أو تعرقل دخولها بعدد من الحجج المختلفة. حتى هذه اللحظة ربما يعني خلال الأسبوع الماضي دخل ما يقرب من 100 ل 120 شاحنة تقريبا من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى الناحية الأخرى، لكن ما تم تفريغه بالفعل في معبر كرم أبو سالم ما يقرب من 50 شاحنة، وحسب الأونروا ما يقرب من 30 شاحنة فقط تم توزيعهم على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وتعرقل قوات الاحتلال الأونروا أيضا من تنفيذ مهامها داخل قطاع غزة بعدد من الحجج المختلفة، ما أدى إلى وصول شمال قطاع غزة إلى حافة المجاعة تقريبا، وأيضا تكدس المواد الغذائية المختلفة والمستلزمات الطبية في معبر كرم أبو سالم، ومنع قوات الاحتلال توزيع هذه المساعدات أدى أيضا إلى ارتفاع يعني حصيلة الشهداء، شهداء الجوع في شمال قطاع غزة. لكن هذا لا يمنع المجهودات المصرية المختلفة لإدخال المساعدات من أمام بوابة معبر رفح المصرية، تجهيز هذه الشاحنات وأيضا الحفاظ عليها في الأماكن اللوجستية المختلفة داخل مدينة العريش ورفح. يأتي هذا بالتزامن مع استمرار للقصف المستمر على الأماكن الآمنة وتحديدا في رفح الفلسطينية. وفي نفس الوقت أيضا ما زال هناك يعني أحاديث مختلفة عن محاولات للوصول لوقف إطلاق نار، لكن كعادتها قوات الاحتلال تستمر في منهج الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، إما بالقصف المستمر واستهداف المدنيين حتى في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وفي نفس الوقت منع وصول الأغذية والمستلزمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، إلا بعض يعني شاحنات الوقود التي تدخل ربما يوما بعد يوم. واليوم أيضا دخلت بعض شاحنات الوقود ولكن لم تفرغ حمولاتها حتى الآن داخل الناحية الأخرى، أو لم تتسلمها الأمم المتحدة حتى هذه اللحظة. هذه هي صورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى.
فتحت مراكز الاقتراع في الجولة الثانية بانتخابات الرئاسة الإيرانية وسط تصاعد التوترات الإقليمية. يأتي ذلك بعدما بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الإيرانية المبكرة 40% لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا لإبراهيم رئيسي بعد وفاته في حادث تحطم طائرة هليكوبتر. يشترط القانون الإيراني أن يحصل الفائز على أكثر من 50% من مجموع الأصوات الصحيحة، وإذا لم يحدث ذلك يخوض أكثر المرشحين 2 فوزا بالأصوات يخوضان جولة إعادة بعد أسبوع. حالة من الترقب يعيشها الشارع الإيراني مع دخول السباق على تولي رئاسة البلاد جولة الإعادة الحاسمة لاختيار الرئيس الجديد. الجولة الحاسمة ستشهد منافسة بين المرشحين الإصلاحي مسعود بازشكيان والمحافظ المتشدد سعيد جليلي، بعدما فشل كل من المرشحين الأربعة في الحصول على 50% من أصوات 25 مليون ناخب شاركوا في الجولة الأولى من الانتخابات. القانون الإيراني يشترط أن يحصل الفائز على أكثر من 50% من مجموع الأصوات، وإذا لم يحدث ذلك يخوض المرشحان الاثنان الأكثر حصداً للأصوات جولة إعادة بعد أسبوع. وقد حصل المرشح الإصلاحي بازشكيان على 42.5% من الأصوات، وحصل المحافظ المتشدد جليلي على 38.6% من الأصوات. وعلى الرغم من أن أكثر من 61 مليون إيراني يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، إلا أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات بلغت 40%، وهي نسبة المشاركة الأدنى تاريخياً في السباق الرئاسي الإيراني. كانت الداخلية الإيرانية قد أعلنت عن جولة إعادة للانتخابات في اليوم التالي لنهاية التصويت في الجولة الأولى، ومن المرجح أن يعلن المسؤولون النتائج بحلول يوم السبت. هو إذن تحد كبير يشكل فرصة لإيران لإظهار قدرتها على التعامل مع وفاة الرئيس غير المتوقعة دون الوقوع في حالة من الفوضى وسط الاحتجاجات الداخلية والتوترات مع الولايات المتحدة وإسرائيل. أعلن القصر الملكي البريطاني تعيين كير ستارمر زعيم حزب العمال رسميا رئيسا للحكومة البريطانية الجديدة. هذا وقد حقق حزب العمال البريطاني فوزا حاسما في الانتخابات البرلمانية مستحوذا على 326 مقعدا. باستحواذه على 326 مقعدا في الانتخابات من أصل 650 مقعدا، حقق حزب العمال البريطاني فوزاً ساحقاً في الانتخابات البرلمانية لينهي بذلك 14 عاماً متتالية من حكم المحافظين، ويفتح أبواب داونينج ستريت أمام زعيمه كير ستارمر الذي سيقود التغيير في بريطانيا خلال الفترة المقبلة. شكراً جزيلاً لكم، لقد حققنا الفوز الذي ناضلتم من أجله وصوتتم له. التغيير يبدأ الآن، وعلى استعداد لخدمة بلدنا، وعلى استعداد لإعادة بريطانيا إلى خدمة الطبقة العاملة.
لم يتمكن ريشي سوناك الذي أقر بهزيمته في الانتخابات من إقناع الناخبين بأدائه مع تزايد الإخفاقات التي وقع فيها خلال فترة قيادته القصيرة لحزب المحافظين، مما أدى إلى تراجع شعبيته وتزايد الضغوط على الحكومة. أحد أبرز الأخطاء التي ارتكبها سوناك كان مرتبطاً بإدارة الملف الاقتصادي في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تدهوراً نسبياً ملحوظاً مع ارتفاع تكلفة المعيشة ومعاناة المواطنين البريطانيين على أكثر من صعيد. فاز حزب العمال بهذه الانتخابات العامة. اتصلت برئيس حزب العمال كير ستارمر لتهنئته بفوزه. اليوم سيتم تداول السلطة بطريقة سلمية ومنظمة وبحسن نية من جميع الأطراف، وهذا أمر ينبغي أن يمنحنا الثقة جميعاً في استقرار بلادنا ومستقبلها. ملفات وتحديات عدة تنتظر الحكومة البريطانية المقبلة برئاسة ستارمر، من بينها تصحيح المسار الاقتصادي الذي أرهق الشارع البريطاني. وفي حين استبعد حزب العمال العودة إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الجمركي، أكد أنه لا يزال من الممكن إزالة بعض الحواجز التجارية مع الكتلة الأوروبية. وتبقى معضلة الهجرة واللاجئين من التحديات التي تنتظر حكومة ستارمر، كما لم يكن الملف الصحي أفضل حالا، فقد تزايدت المشاكل في نظام الصحة مع نقص التمويل والموارد. وعلى مستوى العلاقات الخارجية، فإن حزب العمال لديه ثوابت كان قد أعلن عنها، من بينها العمل على إنهاء الحرب في غزة ومواصلة مساعدة أوكرانيا عسكرياً ومالياً ودبلوماسياً. فهل سينجح ستارمر فيما أخفق فيه سلفه سوناك؟ أعلن ريشي سوناك استقالته من زعامة حزب المحافظين بعد هزيمة حزبه في الانتخابات البرلمانية البريطانية. جاءت تصريحات سوناك في بيان بمقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت قبل الاجتماع مع الملك تشارلز لتقديم استقالته رسميا، بعدما حقق حزب العمال المعارض فوزا ساحقا في الانتخابات. يجب أن نواصل هذه الفكرة وأن نحتفظ بها، هذه الفكرة بالاحترام والتواصل، وهذه الفكرة بتقبل الآخرين. هذه نقطة مهمة جدا. هذا هو يوم صعب جدا، وعلينا أن نتحمل هذه النتائج وفاة رئيس الوزراء لأفضل دولة في العالم. حثت أحزاب من مختلف أطياف المشهد السياسي الفرنسي الناخبين على المشاركة بقوة في تصويت يوم الأحد المقبل لتأثير بفاعلية على النتيجة في الجولة الثانية من الانتخابات. يأتي ذلك في وقت أشارت فيه استطلاعات رأي إلى أن اليمين المتطرف سيحصل على أكبر نسبة من الأصوات، لكنه لن يصل إلى حد الفوز بأغلبية مطلقة، حيث تصدر حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف الذي تنتمي له السياسية البارزة ماري لوبين أول جولة من الانتخابات البرلمانية بحصوله على ثلث الأصوات، مما زاد احتمالية قيادة اليمين المتطرف لفرنسا خلال الفترة المقبلة. نهاية النشرة، لا يتبقى بها سوى التذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يهنئ الجالية المصرية المسلمة في الخارج بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات. القصر الملكي البريطاني يعلن رسمياً تعيين كير ستارمر زعيم حزب العمال رئيساً للحكومة البريطانية الجديدة. بختام العناوين نصل معكم لختام نشرة الثالثة. شكراً للمتابعة ودمتم في أمان الله.